السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستقيم المدرج لضغوات غادوي. المستقيم المدرج هو عبارة عن مستقيم يتم استعماله للتمثيل المبياني للأعداد العشرية. إذا عندنا أعداد عشرية نسبية، إذا لتمثيلها مبيانيا نستعمل مستقيم مدرج ضغوات غادوي. إذا تدريج مستقيم ماذا يعني؟ إذا عندنا واحد المستقيم، إذا التدريج ديالو يعني اختيار واحد النقطة او واحد النقطة اي، اختيار نقطتين مختلفتين، هاد النقطة او وحدة كنسميها اي. إذا او كنسميها اصل المستقيم، لوريجين دو دروات غادي، و او اي يعني هاد المسافة هادي كتسمى وحدة التدريج، يونيتي وحدة التدريج. كنختار المستقيم منحى، دائما كيكون في المنحى الموجب. اذا هنا نصغروا هذه شي شويه، اذا هذه او اي. اذا نكمل تدريج المستقيم على حسب الوحده اللي اختاريت. اذا هنا كتكون نربط النقطه او بالعدد صفر والنقطه اي بالعدد واحد، اذا جوج ثلاثه، ثم هنا الأعداد السالبة ناقص واحد ناقص جوج. إذا هنا كتكون الأعداد الموجبة وهنا الأعداد السالبة، لي نوم بوزيتيف لي نوم نيجاتيف، والعدد صفر هو عدد موجب وسالب بنفس الوقت. إذا هو عدد اللي كاين ما بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. إذا ناخذ التعريف، اون دغوات غادوي إت اون دغوات كومبورتون اون أوريجين أو إي سور لاكيل أون روبورت اون أونيتي. إذا عندنا او لي نومبر بوزيتيف لي نومبر نيجاتيف. إذا على المستقيم يمكن تمثيل أعداد أو نقط. إذا لاحظوا معايا كل نقطة كتكون مرتبطة بواحد العدد، كل نقطة مثلا ب مرتبطة بالعدد خمسة، النقطة سي مرتبطة بالعدد اثنان، النقطة او ا مرتبطة بالعدد ناقص واحد. إذا هذا العدد هذا كيتسمى أفصول النقطة ا، إذا ناقص واحد إلابسيس دو بوان ا، العدد خمسة لو نومبر سانك إلابسيس دو بوان ب. إذا كنمثلو بهذا الشكل هذا ب سانك. اش كتعني ب سانك؟ يعني ب إسون أبسيس إي سانك، ولا إي سانك إلابسيس دو بوان دي بوان بي. دونك 5 اي لابسيس يعني افصول دي بوان بي. اذا ناخذ معايا هذه المجموعه من النقاط، كل نقطه كيمكن لي نحدد لها الاصول ديالها. اذا ا لابسيس ديال ا هي موانزا دي، لابسيس دو دي لاحظوا معايا هنا ناقص اثنان ناقص ثلاثة، إذا ناقص اثنان فاصلة خمسة، إذا ناقص اثنان فاصلة خمسة. أو اللي دائما كتكون هي لوريجين، إذا لابسيس سي زيرو، سي لابسيس سي سي دو، إذا بي سانك و إي سيس و جي، جي ما بين 6 و 5، إذا في المنتصف يعني جي هو 6.5. إذا ممكن مثلا تكون عندنا واحد النقطة أخرى هنا حدا نسميها كا قريبة مثلا هنا، إذا هذيك كا غتكون هي 6.1.